خدوها عباره كده، حطوها باسمي بين قوسين. صح، المراه التي تكتفي ماديا وتطلب الطلاق في عندها خلل. طيب او في سبب من الاسباب يتفحل هذا الشيء. صح، يمكن في سبب من الاسباب. انها كانت عايشه معاه على مضض، على ظلم، على قهر، فما صدقت انه ربي اعطاها ودرجت الفلوس في يدها، قالت هذا الرجال يلا مع السلامه ما نبغاه. واحيانا يعني للاسف اللي الاقيه انه حتى لو عندها بنات ولا اولاد كده يساعدوها، يقولوا ايوه يا امي ما نبغاه. ابوكم يعني، انا اسمع حكايات، انتم انا عندي في عين اليقين بلاوي كثيره، اسمع حاجات يعني بصراحه تطفش، مو عشان شيء، عشان انا اتفاجئ انه فكر مقلوب والكل يأيدك. صح صح كلامك دكتور. ليه طيب يمكن الابناء يعانون من ابوهم، يمكن في معاناه بس احنا ما نعرفها، في اسباب، بخيل ما يديه، بخيل، شفتي؟ ايوه، خلي ابوهم برضو ابوهم. هل دحين لو هي امهم انفصلت وعاشوا بعيدين عنه، هل عندهم ابو ثاني غيره؟ لا طبعا. هل عندهم نسب ثاني غيره؟ لا طبعا. لا يمكن. انا واحده كنت في اجتماع في مكان ما ابغى اوضح، والزوجه بتشتكي من زوجها، قامت وقفت البنت قالت ايوه احنا مع امنا ما نبغى ابونا. يا لطيف الالطاف، انا طبعا خلاص. قلت لها يا بنت هذا ابوك، يوم تبغي تتخطبي، يوم تبغي تتزوجي، يبغى يجي عريس، مالك غيره. لو تقومي وتقعدي، لو تنشطري بالنص ابوكي، فانتوا كيف يعني كيف يحبوا انهم يعني كده فجاه كده ينسلخوا من ابوه الرجال ومن حقوقه عليهم؟ ربى وعلم وودى وجاب وساق سيارات وودى في الظهريه وجاب من المدارس، هذا كله فجاه كده ننساه له هي بس عشانه بخيل؟ طب بخيل يمكن بيكون لنا شيء، بيبني لنا بيت، بيعمل لنا شيء، حاجه مفاجاه. كل المسؤوليه الماديه على الرجل كلها، حتى الزوجه الان لما بتتطلق بيرغموا القاضي والحاكم انه من راتبه يدفع للبيت الثاني، هذه لاسرته، الزوجه والاولاد. نعم. معناته الاب هو الاب وكل شيء، فخلوه بخيل، خلوه يكون لكم حاجه، خلوه يبني لكم بيت، خلوه يسوي لكم شيء. هو مو بعض الزوجات تقول ها انت فريش طيره قبل ما يلف على غيرك، انا اخليه منتف ما عنده ولا شيء عشان لا يروح يتزوج واحده ثانيه. هذا كلام موضوع صحيح. ايوه صحيح. ايوه طب صح. ايوه دكتوره، يعني اللي منتف ما يتزوج؟ لا حيشحت ويتزوج، اذا لو في راسه زواج حيشحت ويتزوج. حيشحت والله، اهل الخير كثيره ترى اللي يفزعوا له مره كثيره، في جمعيات خاصه بهذا الشيء.